في عالم تتطور فيه التكنولوجيا بسرعة كبيرة وتخضع معظم علاقتنا لسيطرة الآلة، أصبحت المهارات الشخصية في العمل طوق النجاة المتاح لتحمل الضغوط المستمرة. سنتعرف من خلال ضيفي الدكتور إيهاب خليل استشاري التنمية والتخطيط الاستراتيجي على إجابة هذا السؤال، هل الموظف يحتاج للتنمية المستمرة في المهارات؟ أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك وفرصة سعيدة وسعيد أني معاك النهاردة. طبعا ده موضوع جميل جدا، لأن فعلا الشباب أنا هتكلم على 5 أمور قبل المهارات. إذا توفروا في أي شاب مش هيوصل بس لوظائف كويسة أو ريادة أعمال، هيصل إلى أنه يعني مراحل متقدمة جدا. أول حاجة لازم يكون لي الهدف إيه من الشغل، ولازم يعمل خطة للشغل، وطبعا دي ليها أساليب، مش بس يقول أنا عندي هدف. الأمر الثاني يعرف يعني إيه حجم مسؤولية عمل. احنا في الاعمال حضرتك مهنيه وعارفه في الاعمال في مسؤوليات، مفيش حاجه اسمها انا داخل اشتغل عشان ابص اتفرج اتعلم، هي هتتعلم بس لازم تبقى عارف يعني ايه المسؤوليه، لان البيزنس ما يستحملش انك تدخل ما عندكش الدافع لهذا الامر. نمره 3 والاهم جدا في الامر دوت اللي هو عدم الربط بين العمل اللي انت بتعمل بيه والمستوى الاجتماعي. انت قبلت مهنه معينه انت بتحبها، ما تقولش بقى انا وضعي الاجتماعي ما يسمح، انا بابا بيشتغل كذا. عادي انت ممكن تشتغل مهنه اقل من بابا بس تكون ناجح فيها. يعني ممكن تكون دكتور ومش ناجح، وممكن تكون وظيفه تانية بس ناجح، ايهم افضل؟ الافضل انك تكون ناجح فيه. الموضوع الرابع والمهم جدا تنميه الذات، يعني لازم يوميا الواحد يقرا في 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 موضوعات تخص المجال اللي هو بيحبه. لو قرا كل يوم نص ساعه او ساعه وتعلم حاجه جديده هيصير مستشار، مش هيصير انسان عادي في خلال سنه. لكن عدم القراءه وعدم التعرف وعدم هدي حضرتك مثل، انا ابني اسمه احمد طالب في كليه الفلسفه، لقيته من نفسه بيقدم في شركه انترناشونال وراح اتعين، وقبل ما يبدا اول يوم جه قال يا بابا انا اتعينت في الشركه ديت. يا ابني ليه؟ انت عايز ايه من الموضوع؟ هل انت عندك مشكله انا قصرت معاك في حاجه؟ جنبا الى جنب مع الدراسه. هو اصله انتساب، هو ما بيحبش يعني الحضور الكتير والمذاكره الكتير، هو ذكي جدا ما شاء الله، فبيخش ايه بيخلص الامور بيقول لي انا وقتي شهر واحد للمذاكره وبنجح. يعني عنده المهاره دي، فليه ما تخلينيش اكتسب مهارات؟ قلت له طب هتكتسب ايه من المهاره ديت؟ قال لي هعرف حجم العمل ايه، وبعدين في 4 سنين يا بابا الناس اللي لما هتتخرج لسه هتبدا اكون انا وصلت البوزيشن ايه؟ في ظرف سنه ونص من الشغل بتاعه ما شاء الله اصبح دلوقتي ترينر على الناس اللي هو كان بادئ معاهم، يعني هو اللي بيدربهم ازاي انهم يعملوا الامور والتكنيكال والسبورت، وبيعمل لهم سبورت. إذا الخمس أمور دول أنا اتكلمت في 4 والـ5 اللي هي الخبرة العملية. طب في ناس حضرتك سألتيني قبل بتاع، في ناس ما يقدروش لأن كليتهم إيه؟ كليتهم صعبة، ما يقدروش يوزنوا بين الدراسة وبين طيب هل عندك في الأجازة ليه ما تضحيش بنص الأجازة وتعمل حتى لو عمل يعني يعطيك خبرة في مجالك، ممكن لو أو دورات تدريبية أو تدريب مثلا في تنمي ذاتك في الحاجات دي هتعمل معاك طفرة كبيرة جدا، وبعد كده بيتسابقوا عليك، يعني هتلاقي نفسك انت مطلوب جدا. النهارده الشركات محتاجين الناس اللي عندها الفكر ده، البيهيفير ده الاول، بعد البيهيفير نخش على المهاره. يعني الشغف انه الطالب او الشاب بشكل عام يكون عارف هو ايه المواضيع او ايه المجالات اللي هو عنده شغف فيها، والنقطه اللي حضرتك ذكرتها ايضا الخاصه بالتنميه الذاتيه وليس فقط الاعتماد على مثلا دورات تدريبيه او كورس معين او شهاده معينه لازم ياخدها، فكره انه لازم يقرا ويطور من نفسه بنفسه، دي ايضا نقطه. الله، بس يكون يعني بقى بيعرف الحته اللي هو عايزها يا فندم. يعني هو لو عامل خطه لنفسه، انا بدل ما اضيع وقتي في قراءات كثيره، لا انا اركز الاول على الموضوع اللي انا بحبه وعايز انجح فيه. لو كل يوم قرات فيه ساعه ما يمنعش انك تقرا في حاجات ثانيه، وتروح تقابل الناس اللي اكبر منك سنا يدوك الخبره بتاعتهم. في ظرف سنه واحده وانت طالب هتصير انسان عندك يعني اكسبيرينس عالي جدا، وهتلاقي نفسك خبره كبيره جدا. فده مطلوب من الشباب، يعني حاولوا بقدر الامكان انكم تستغلوا وقتكم، تعرفوا ايه اللي انتوا عايزينه، تعملوا خطه. ما تعرفش تعمل خطه، احنا مستعدين نساعدكم. لو رحت لاي واحد على فكره اكبر منك عنده خبره هيقعد معاك، هو احنا عايزين الشباب ينجح، مش هيقول لك ممكن ناس تاخد منك مبلغ مالي. انا بالنسبه لي ما باخدش من، بحب الشباب يتطور. هتلاقي ناس كتيره بيحاولوا انهم يدوك يعني ايه تعمل خطه لنفسك. بالتالي عندك خطه، المهاره اللي انت محتاجها هتركز عليها،
فبالتالي هيكون عندك الوقت، يعني حاجة اسمها 20-80 ديت معروفة، انك انت بتعمل جهد 20% فقط ولكن 80% من النتائج. فتصير واحد بعد حوالي 4 سنين وانت لسه طالب، يعني لسه ما تخرجتش، تبدأ تتعامل معاملة الناس الطب لانك استغليت وقتك، غير واحد ثاني ربنا يديله الصحة ويوفقه بيذاكر وبينجح وكده، بس لسه بيبدأ الحياة العملية امتى؟ بعد 4 سنين.